مشاهدينا ومتابعينا في كل مكان، اهلا بكم دائما وابدا هنا عبر تلجراف مصر. عبد المنعم الالفي يحييكم في اطلاله جديده ولايف جديد بنستعرض فيه قصه جديده، لا مش جديده، قصه قديمه لكنها بتكمل معانا النهارده بعد 3 شهور تقريبا او شهرين وشويه من وقوع الحادثه. هتكلم مع حضراتكم النهارده في قصه جنه محمد وشهد سعيد، او جنه عليوه وشهد سعيد، والقصه الكامله خلاص بشكل رسمي. شهد سعيد لاعبه منتخب مصر للدراجات هتشارك في اولمبياد باريس 2024 رغم ان هي عليها قضيه. واحده واحده بقى احكي لك الحكايه والتفاصيل كلها، تابعني في اللايف معايا. شهر 4 اللي فات كان في سباق على طريق الفيوم، سباق دراجات عجل يعني، تبع مراكز الشباب وتبع بطوله الجمهوريه تحديدا، كان باشراف بطوله الجمهوريه والاتحاد المصري للدراجات. وفي وقت ما كان السباق شديد جدا والتنافسيه شديده جدا بين جنه وبين شهد، جنه محمد مبدئيا هي الضحيه في القصه عشان بس اوضح لك يعني، وشهد هي يمكن الجاني وجنه المجني عليه. ايه اللي حصل؟ كانوا بيسابقوا بعض، وكانت جنه على اعتاب الوصول الى خط النهايه، قامت وحسب الفيديو اللي احنا شفناه قربت منها شهد وخبطتها. وطبعا في الوقت دوت خبطتها ازاي؟ يعني نقدر نقول بلغه الكره اديتها كتف قانوني كده. طيب زي ما حضراتكم عارفين ان الدراجات او العجل مش زي زمان، في تقنيات حديثه دلوقتي، العجل دلوقتي في عجل سرعه هبسطها عليك يعني. فوقتها كانت جنه وشهد هما الاثنين تقريبا ماشيين على طريق الاسفلت بتاع الفيوم الجديد بسرعه 60 كيلو متر في الساعه. يعني وكانها مثلا نقدر نقول سرعه عاليه جدا، مش عايز اقول تشبيه تاني. فبالتالي جنة لما وقعت بعد هذا الاصطدام اللي باين من الكاميرات الموبايلات اللي نقلت الحدث وقتها انه هو متعمد. ايه اللي حصل لجنة مشاهدينا؟ البنت حصل لها يمكن كسر في عظمة الترقوة، ولا ما يعرفش فين عظمة الترقوة دي، في المنطقة ما بين الكتف والرقبة تحديدا، وهي يعني عاملة وصل او حلقة ربط ما بين الكتف وما بين الرقبة، عملت فيها عملية شرايح ومسامير وتمت بفضل الله. وطبعا تعرضت لأذى نفسي شديد جدا بعد هذه الوقعة، خصوصا ان هي حسب كلامها قالت ان شهد متعمدة ان هي تأذيني. وعلى فكرة بالمناسبة هم الاثنين كانوا بيلعبوا مع بعض قبل كده في نادي 6 اكتوبر او في مركز شباب نادي 6 اكتوبر، وكانوا زملاء كمان في المنتخب. وكانت السباق ده كان ايه السبب اللي حصل يعني؟ السباق دوت وقتها كان اللي هيكسب فيه هيتأهل مع منتخب مصر للمشاركة في أولمبياد باريس 2024 اللي هتقام في آخر يونيو الجاري أو في آخر شهر 7 اللي احنا فيه دلوقتي. فعلى هذا الأساس وحسب ما اتقال إن شهد غارت من جنة فعملت فيها اللي عملته، والفيديو موجود عندنا على فكرة وعرضناه قبل كده وهتلاقوه موجود عندنا في موقعنا في الجراف مصر، وهيبين لك قوي قوي الواقع حصل فيها إيه والموضوع مشي إزاي. رحنا بعد كده يومها بقى البنت اتنقلت للمستشفى يوم الحادثه، وتم عمل محضر بالواقعه وشهد عليه اللي كانوا موجودين، وحتى رفض المدرب بتاع شهد ان هو يتكلم، حتى شهد نفسها رفضت واهلها. على الجانب الاخر تواصلنا مع اهل جنه المجني عليها، والحقيقه اتكلمت والدتها وقالت ان بنتي تعرضت لاذى نفسي شديد جدا وجسدي شديد جدا بسبب اللي حصل، واللي بيحصل ده ظلم، وازاي ما فيش عقوبه على شهد لغايه دلوقتي. الكلام ده كان ايامها في شهر ابريل او 4 اللي فات. ايامها تم شط شهد بالفعل من البطوله بتاعت الجمهوريه وقتها بناء على قرار الاتحاد المصري للدراجات. طيب لاعبه تم شطها من مسابقه حتى لو نسخه موسم، هل ينفع في نفس الموسم تشارك في اولمبياد باريس؟ هنا السؤال. هكمل لك القصة وهسيب لك الأسئلة في الآخر اللي لغاية دلوقتي كالعادة ملهاش إجابات. على الجانب الآخر في قضية المفروض إن هي هيتم الحكم فيها، طبعا قضية على شهد هيتم الحكم فيها في آخر 7 الحالي، ولسه ما تمش تحديد ميعاد الجلسة، ده حسب كلام مامة جنة أو والدة جنة عليوة المجني عليها. تابعنا التفاصيل كلها، والتفاصيل كلها بتقول إن جنة مجني عليها بفعل فاعل، وان شهد من الاخر كده عفوا، وان شهد من الاخر كده تعمدت
قتل زميلتها جنى عليوه في السباق عشان هي تشارك في اولمبياد باريس وصاحبتها ما تشاركش. البنتين دول عندهم كام سنه؟ 16 سنه و17 سنه، هما الاثنين اعمارهم تتراوح ما بين 16 و17 سنه، يعني لسه في بدايه او في مقتبل العمر. ازاي يا شاهد انت بطله قبل كده، بطله افريقيه قبل كده لمصر، لا تمتلكي الروح الرياضيه العاليه والتنافسيه المحترمه؟ ممكن اقولها انا غير البنات. طيب نكمل بقى الحكايه. بعدها تاني يوم بالظبط من الحادثه طلعت شهد خدت او عملت حاله على انستجرام تطبيق التواصل الاجتماعي، وقالت يا جماعه انا كنت بحاول ان انا امشي من جنبها واعديها لكن انا ما لمستهاش، واللي خد باله من الفيديو انا مشاركه، هي طبعا شاركه الفيديو عندها، انا مشاركه الفيديو عشان خاطر ابين لك ان انا ما لمستهاش، بالعكس ده هي العجله بتاعتها كانت مايله بسبب المجهود والسرعه اللي هي كانت ماشيه بيها، فبالتالي هي وقعت لوحدها. ده كلامها، لكن على فكره للاسف انتشر بقى بعديها كلام او عفوا فيديو بيكذب كلامها. الفيديو اللي انا بتكلم عنه اصلا اللي موجود عندنا، عندنا الفيديوهين، على فيه فيديوهين، فيديو من قدام السباق من قدام وفيديو للسباق من ورا، باين قوي 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 ان شهد رايحه على جنه متعمده ان هي تقرب منها وان هي تلمسها او تخبطها عشان توقعها. وصلنا لايه؟ من حوالي اسبوعين ثلاثه جت شهد متصوره في السفاره الفرنسيه مع البعثه بتاعه منتخب الدراجات اللي المفروض هيروح يشارك في اولمبياد باريس في الشهر الحالي. والدنيا قامت وقعدت، بس ما كانش في اي اجراء قانوني ضدها. فوجئنا بقى امبارح والنهارده بان هو خلاص البنت مشاركه بشكل فعلي وبشكل رسمي زي ما اتحاد الدراجات قال. فالناس اتكلمت والموضوع اثير مره تانية على السوشيال ميديا واشتعل السباق، وكله قال لك طب اشمعنى هي هتشارك وهي عليها قضيه وهي عامله جريمه وهي عندها جريمه شروع في قتل، طب ازاي هتسافر اصلا بره البلد دي؟ نرجع لموضوعنا. قال لك ايه بقى؟ طلع رئيس الاتحاد المصري للدراجات وقال لك احنا هنعمل اجتماع، الكلام ده كان النهارده، الموضوع مثار من امبارح تحديدا، قال لك هنعمل اجتماع النهارده وهنقول هي هتشارك ولا لا، مع العلم ان الاثنين بناتنا والاثنين بيمثلوا مصر. كتر خيرك. بعد الاجتماع اعلنوا وخاص لتلجراف مصر حسب كلام الكابتن محمد ابراهيم المدير الفني لمنتخب مصر للدراجات ان شهد هتشارك في اولمبياد باريس 2024. احنا ما سكتناش، كلمنا والده جنى عليوه المجني عليها اللي مصابه واللي نايمه في بيتها ومكسوره، اطمنا عليها الاول وعرفنا هي الحمد لله حالتها النفسيه اتحسنت. وعلى فكره احنا حاولنا كتير جدا ان احنا نتكلم مع البنت جنى، لكن للاسف البنت مش حابه ان هي تتكلم وحاسه بظلم شديد، حاسه ان هي اتظلمت وحقها ضاع ومش حابه انها تطلع على السوشيال ميديا. على فكره ده يحسب لها، مش حابه انها تطلع على السوشيال ميديا او في وسائل الاعلام تتكلم وتطالب بحقها رغم ان هي مظلومه. امال لو انت مش مظلومه بقى؟ وانا قلت على فكره الكلام ده بعدم هي بسكوتها وعدم طلوعها والحديث معانا في وسائل الاعلام ومعانا احنا تحديدا كمان، احنا الموقع الوحيد في مصر كان مهتم بالموضوع لحظه بلحظه وخطوه بخطوه، ان هي ضيعت حقها. السكوت احيانا او عدم الحديث عن حقك بيضيعه، خصوصا ان احنا في بلد فيها قانون. نروح بقى للقانون. يومها بقى يوم الحادثه، ارجعك يوم الحادثه، حصل طبعا بلاغ ضد البنت واللي مفاده في شهر 7 الحالي في قضيه لم يتم عفوا تحديد ميعادها، بعد هيتم الحكم فيها على جنه، عفوا على شهر لصالح جنه. طيب انا عايز بقى اروح بيك لحته تانية خالص، بس قبل ما اروح بيك هقول لك على حته مهمه جدا. كلمنا والده جنه وقالت ايه؟ قالت ان شهد لا تمثل الشباب المصري في اولمبياد باريس وان اللي بيحصل ده عبث غير مسؤول، كلام ما ينفعش يحصل. بيني وبينك انا هقول لك على حاجه، هل المفروض الطبيعي ان شخص عليه قضيه لم يتم الحكم فيها قانونا يعني يسافر بره البلد؟ قانونا اعتقد ينفع طالما ما اتحكمش في القضيه.
وطالما لم يتم وضع اسمه على قوائم الممنوعين من السفر خارج البلاد، خصوصا ان واحده زي جنه او غيرها او شهد عفوا او غيرها لما هتسافر هي مسافره لفتره محدده مع بعثه المنتخب اللي هي شهر البطوله ويمكن اقل وترجع. سفر مشروط، فبالتالي من السهل جدا يتم محاكمتها لو هي مذنبه بالفعل والقضاء اثبت دوت. نلخص الموضوع، لاعبه غيرانه من لاعبه تانية بيلعبوا عجل، واحده كانت عايزه تموت التانية. طب وبعدين؟ القضاء لسه ما قالش كلمته، القضاء لسه ما قالش كلمته، واحنا كلنا امال، كلنا نعي جيدا قيمه ونزاهه القضاء المصري اللي هيجيب حق جنه لغايه عندها، من غير ما تطلع على السوشيال ميديا، من غير ما تتكلم، من غير ما تحكي اللي حصل، ان احنا كلنا وحضراتكم شفتوا اللي حصل، شفت كميه البؤس اللي البنت دي عايشه فيه، وتحولت حياتها من شابه يافعه في عمر 16 من عمرها بتنتهي كسر في عظمه القرطوه اللي هي هنا، مرض نفسي واكتئاب، وعايشه الحقيقه يعني ايام صعبه جدا. 16 سنه دي يعني لسه كل سنه كل ثانوي، رايحه ثانيه ثانوي مثلا ولا حاجه، يعني عايز اقول لك طفله لسه في بدايه حياتها يعني. فبالتالي ليه تعيش كل هذا البؤس في فتره زمنيه يعني او في وقت صعب جدا؟ انا عايز ده السؤال. طب نروح بقى النقطه المهمه بقى، على اي اساس تم اختيار لاعبه تم شطبها من المسابقه بتاعه بطوله الجمهوريه كعقاب ليها؟ طبعا انا هكمل لك البيان. هم قال لك ايه الاتحاد المصري للدراجات؟ قال لك هي خلاص البنت خدت عقوبتها اللي هي شهر، فبالتالي هي تشارك عادي. طب لعبه او لاعب او لاعبه تعاقب الموسم دوت ازاي يروح يشارك في بطوله اصلا مؤهله للبطوله دي؟ ما احنا قلنا في اول الفيديو ان بطوله الجمهوريه للدراجات مؤهله لاولمبياد باريس. انت شطبتها، طالما شطبتها يعني هي ما خدتش، ما فازتش باللقب، ما فازتش بالدوري، ما فازتش بالبطوله زي ما انت عايز تسميها، تسافر ليه بقى؟ انا خسرت او تم شطبي، اسافر ليه؟ طيب قلنا من الناحيه القانونيه هي ماشي، طالما لم يتم الحكم عليها هي تسافر عادي، طالما تحديدا كمان وهي مسافره لفتره معينه وراجعه. طب من الاساس بقى، ما الاساس بايظ. لاعب تم شطبه، شهد سعيد تم شطبها من البطوله دي، مش من الاتحاد، البطوله اللي فاتت. حسب ما هم قالوا، حسب ما الاتحاد قال، الاتحاد المصري للدراجات. ليه تلعب؟ ليه تشارك في اولمبياد باريس؟ هنا التساؤل بقى، وهنا الحكايه والاسئله اللي ليها اجابات، اجابتها فين؟ عند الاتحاد المصري للدراجات. عايز بقى اعمل تشابه صغير جدا كده واربط لك ما بين الحادثه دي وحادثه حسين الشحات ومحمد الشيبي لاعب بيراميدز. حسين الشحات لاعب الاهلي، الشيبي لاعب بيراميدز، وان هو لجأ للقضاء. على فكره بقى بالمناسبه، الاتحاد المصري للدراجات، كويس ان انا ذكرت النقطه دي عشان انا افتكرت نقطه ثانيه مهمه جدا، لما عملوا بلاغ وعيله جنة عليه، ولما عملوا بلاغ بعد الحادثه الاتحاد المصري طلع قال لك لا ده انتوا تخططونا، ازاي تعملوا بلاغ بره؟ في بلاغ بره ازاي؟ ليه ما سيبناش احنا ناخد القرار؟ نفس القصه بتاعت الشيبي وحسين الشحات، راح عمل بلاغ بره في المحاكم المدنيه، قال لك لا، الاهلي قال لك لا ده انت عامل بلاغ بره وانت خالفت القانون، اللائحه الرياضيه بتاعت مصر والاتحاد المصري والقصه دي. او هل بقى بغض النظر عن اختلاف الواقع الشيبي وجنه وشهد وحسين، مين غلطان ومين مش غلطان؟ هنا بقى هرجعك للدراجات والجنه وشهد. هل بالفعل، هقولها ازاي؟ ما ينفعش اقولها الحقيقه. هل بالفعل شهد تعمدت ايذاء زميلتها؟ طيب حتى لو ثبت ده حسب الفيديوهات اللي انتشرت واللي احنا شفناها واللي احنا نشرناها على موقعنا، ليه لما يتم عقابها حتى ليه ما يدفعوش مثلا غرامه ماليه لاهل البنت؟ ليه البنت على فكره جنة كانت طمعانه فقط حسب كلام والدتها في اعتذار، البنت تطلع تعمل فيديو تقول انا اسفه، اقل حقوقها يعني تبقى ضاربني ومطلع عيني وعامل فيا اللي ما يعمل وكسر لي كتفي، اصابه تمتد على فكره
عظمه الكتف دي او الترقوه تمتد 6 شهور راحه بعلاج طبيعي بعد العمليه بتاعت شراح المسامير. ما تطلعيش تعتذري لها يا شهد، ولا حتى انا اسف للدرجه دي، للدرجه دي يعني. عموما المشاهدين دي التفاصيل، وان شاء الله هنفضل متابعين مع حضراتكم القصه كلها، واتمنى ان اكون فدت حضراتكم. ملخص الموضوع قبل ما نختم يا دونجا، شهد هتشارك في اولمبياد باريس رغم ان هي تعمدت ايذاء زميلتها جنه في سباق الدراجات. مشاهدينا بشكركم، تابعونا دائما وابدا هنا عبر تجراف مصر عبد المنعم الالفي، والى اللقاء.